قام فريق من إدارة المياه والإعمار بمحافظة طرطوس بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ خط توتر مستقل لتحييد 2 من أهم المحطات بمحافظة طرطوس عن التقنين الكهربائي. المحطات هن تفريع جديتي والشيخ سعد. بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع أكثر من 170 ألف مستفيد. مدة تنفيذ المشروع 105 أيام تضمنت توريد 147 برج توتر منخفض بالإضافة إلى كافة الكابلات اللازمة لتمديد الخط على مسار طول 4.2 كيلومتر. الغاية الأساسية من هذا المشروع هو ضمان استمرار ضخ المياه على مدار 24 ساعة خلال النهار، وبالتالي تحسين نصيب الفرد من المياه.